أنا لا أبدأ بموضوع استاد الأهلي ولا أبدأ بموضوع رمضان صبحي كما أنتم متوقعين، وإنما أبدأ معاكم بموضوع مهم جدا 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 وضرب في المليان. مرتضى منصور ينتوي أن يذيع غدا أمور مهمة جدا لكي يحول الدفة من أنه سب مصر كلها وقال مصر ما فيهاش رجالة إلى أن يجعلها تكمن في أنها حرب على نادي الزمالك، وهذا كلام مردود عليه. الزمالك زي ما ليس طرفا في هذا الأمر، وإنما يحاول هذا الرجل أن يزج بالكيان بتاع نادي الزمالك واسم الزمالك في أتون معركة الزمالك علاقة بها. والدليل على كده ان النهارده تلقيت تليفونات كثيره جدا من مجموعه من الزملكاويه، فيهم اصدقاء اعزاء اعرفهم وفيهم ناس ما اعرفهمش، والكل قال نحن نؤكد لك ان الامر لا يخص الزمالك من قريب ولا من بعيد. اللي اتقال عليها مصر ما فيهاش رجاله هي مصر، واللي اتقال ما فيش راجل في مصر عنها هي على جمهور الزمالك. من يريد أن يقحمنا في أتون معارك شخصية عايزين نقول له أنت تستغل النادي لتصفية حسابات شخصية. وأنا جبت لكم 10 أمثلة تثبت لكم أن المعركة الزمالك ليس له بتاع ربيع الزلنطحانة عن مرتها هزيمة للزمالك. هؤلاء أفاقين كذابين منافقين يبيعون الواجل شتم بلد بأكملها، إن الناس ممكن تنسى كلمة إن مصر ما فيهاش رجالة، فيها رجالة غصب عنك وعن اللي شددوا لك وعن أي حد بيدافع عنك. والنهارده يمكن ال 11 دقيقة الفيديو المحترم اللي نشره المحامي الشهير الأستاذ طارق جميل سعيد أكد على إن مصر مليانة رجالة، وإن اللي بيقول مصر ما فيهاش رجالة هو اللي مش راجل وهو اللي مش محترم، وملعون أبو الحياة اللي نعيشها يوم ما بلدنا ما يبقاش فيها رجالة ويشتمها واحد ويقول مصر ما فيهاش رجالة ونسيبه مهما كان، ولا هننسى ولا هنسيب الموضوع ولا هيموت، ولا الزمالك طرف فيه ولا جماهير الزمالك طرف فيه. وانا بعود واؤكد ان امبارح واول امبارح واول اول امبارح والنهارده انا بتكلم وبقول حاجه مهمه جدا 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 يا رجاله، وهي ان مفيش معركه مع الزمالك والزمالك وجماهيره بره القصه تماما، وان مرتضى منصور هو من يحاول ان يقحم الزمالك وجماهيره في موضوع لا الزمالك ولا جماهيره لهم علاقه بيه. وبؤكد على كده حتى امبارح لما قلت لكم هيحاول يفهمكم انها الخطيب ومرتضى، يفهمكم انها اهلي وزمالك عشان يتاجر بالمشاعر وعلشان خاطر يخلي الناس تتعاطف معاه في زمن الناس كلها خدت قرار وقالت له بره البرلمان ولازم يترفع عنك الحصانه. الناس قالت له كده بره البرلمان ولازم تترفع عنك الحصانه، ومجلس النواب منقسم واقتحام واحتقان كبير داخل مجلس النواب، والغضب بتاعكم واصل لاعلى مستوى وكل الناس غضبانه، وهذا الغضب مسمع من أكبر مسؤول لأقل مسؤول. مرتضى منصور أفسد علينا فرحة الانتخابات بالغرفة الثانية للتشريع وهو مجلس الشيوخ. الناس اللي ما نزلتش تنتخب ما نزلتش عشان خاطر مرتضى منصور شتم مصر وقال ما فيهاش رجالة. اللي زعلان قال ازاي اروح اصوت وادي حصانة الناس عشان تشتمني زي مرتضى منصور وتقول مصر ما فيهاش رجالة. الموضوع كبير، وعملية انك انت تقول مصر ما فيهاش رجالة لن يمر مر الكرام. كل اللي احنا كلمناه من امبارح والنهاردة حتى في الجيزة عشان ينزلوا يصوتوا لأخونا أحمد دياب المحترم في مجلس الشيوخ،
كل اللي كان زعلان وقال مش هنزل قال لي عايزني انزل بعد ما اتقال عليا مش راجل، بعد ما مرتضى منصور قال مصر ما فيهاش رجاله، عايزني ادي حصانه الناس تشتمني، وفي الاخر لما اروح اشتكي حد يقول لي كيديه وملوخيه وتقليه وعند ام زكيه. ما ينفعش، ما ينفعك ولا يستقيم ولن يستقيم. وكم كان الخطيب عظيما، وهنتكلم في ده بالتفصيل النهارده، لما قال هذا امر لن يستمر ولن يستقيم ولن يترك اي انسان حقه. ولما اتكلم الخطيب اتكلم كمواطن مصري، ليست هي اهلي ضد زمالك ولا زمالك هيتهزم لو اترفعت الحصانه عن مرتضى منصور، ولا جماهير الزمالك ليها علاقه بالموضوع. ومن يريد ان يزج بجماهير الزمالك ويدخلها في اتون هذا الموضوع فاعرفوا انه فتان ومهان ومنحط وسافل وقليل ادب. الزمالك بعيد كل البعد عن كل هذه الامور، الزمالك بعيد كل البعد عن كل هذه الامور. وانا عايز اقول للي بيشتموا كلهم عن قابلهم في المحكمه، للنيالة اللي بتشتم واللي مأجرك الزلمطحي، مصر مليانة رجالة غصب عنك وعن اللي شدد لك. وانت لو راجل بدل ما تطلع تشتم وتدافع عن واحد شتم امك وشتم ابوك وقتل اصحابك وحبس اصحابك وفي الاخر المصر ما فيهاش رجالة، اكرم لك تسكت يا متخلف يا افاق يا حمار، لانك انت ليس لك علاقة بالكيان ولا الكيان يتشرف بامثالك. هذا كيان عظيم اسمه الزمالك وجماهيره. كل الناس اللي كلمتني النهاردة، كل الناس الزملكاوية اللي كلمتني النهاردة قالت لي احنا مش طرف في اي حاجة، هذا الرجل يريد ان يزج بنا في اتون مشاكل كبيرة واحنا مالناش دعوة، هذا الرجل يستغل الكيان عشان يصفي حسابات شخصية، هذا الرجل مالناش علاقة بيه. فانت النهارده لحد جاب اسم الزمالك بمكروه، ولحد ذكر الزمالك بمكروه، ولحد جاب اسم جماهير الزمالك بمكروه، ولحد ذكرك بمكروه، داخل طرف في معركه اتشتمت فيها بلد باكملها ليها. اتشتمت فيها بلد باكملها ليها. انت داخل طرف في هذه المعركه ليها؟ وبلد خلي بالك احنا بطلنا نحذف. احنا بطلنا نحذف اي حد. واي حد بيشتم بنسيبه وعن قبله في المحكمة وهيتأدب بالقانون وبالاحترام. وانا النهاردة هضرب لك مثل، في واحد دخل النهاردة على احد الصفحات بتاعتي، الصفحة الشخصية بتاعت عبد الناصر زيدان، وعمل ايه بقى؟ وراح كتب ايه؟ انا كاتب عن الانتخابات، انزل وشارك، فعل الهاشتاج بتاع مرتضى منصور بره ال وبقول للناس ولا حاجة، راح طلع شتمني. اتصلت بالمحامي وبعت له الصورة وقلت له لو سمحت خد الإجراءات اللي اللازمة تجاه هذا الشخص. ورحت كلمت حد من مطروح، صديق المحترم الكابتن نايل الفردي، يا كرمت في ولد من عندكم من مطروح، هذا البني آدم شتمني. أول ما شتمني رحت بعت له على الخاص شكرا يا محترم ونلتقي في المحكمة. راح كلمني الأخ نايل قال لي ده أنا عرفته وواحد اتنين تلاتة بعد إذنك هيتصل بيك يعتذر لك وبلاش قضايا وده أبوه ناس كويسين ومش عارف. قلت له هو كل واحد هيشتم ويقل أدبه لما نيجي نعلمه الأدب هو واللي جايبينه وفي الآخر يتحبس ولا يتغرم يطلع أرنب زيه زي الزلمطح اللي بيدافع عنه؟ أنا ما جبت سيرته في حاجة ولا تعرضت له في حاجة يشتمني ليه؟ المهم كلمني وأنا سجلت له المكالمة عشان تبقى دليل في المحكمة وأسمعكم المكالمة عشان بس تعرفوا أبعاد المؤامرة. أنا لا بتعرض للزمالك ولا لجمهور الزمالك ولا بتكلم عن جمهور الزمالك. أنت داخل حرب ليه؟ سواء معايا أو مع أبو المعاطي أو مع أحمد سعيد، راجل المصري ما فيهاش رجاله، انت علاقتك ايه؟ انت الزمالك بتدخله في جمله مفيده ليه؟ وهو على كل خاطر تعرف ان المؤامره كبيره، هو نفسه طالع مع طارق زماره بكره
هذا كان يقول للناس لو اترفعت عني الأصالة دي هزيمة للزمالك وعايزين يهدوا الزمالك، وأنا أثبت لك إن كلامه كذاب وإنه مفيش حاجة اسمها زمالك ولا هد الزمالك. هسمعك الأول الأخ ده عشان نبدأ بيه الحلقة، عشان إحنا كل يوم هنرد على زلمطحي من هؤلاء الزلمطحية، كل يوم هنرد على واحد زلمطحي من هؤلاء الزلمطحية. هسمعك حضرتك اسمع معايا لما تيجي تشتكي واحد، ده الأخ أهو، ده الأخ أهو اللي شتم أهو حضراتكم أهو، اسمه وده الكلام اللي قاله أهو هنا في التعليق، كله ده عند المحامي بيرفع قضية واعتذاره غير مقبول، اسمه حمدي الوهيمي، حمدي الوهيمي، واخد بالك انت من مطروح وجبنا عنوانه وبياناته وكل حاجة. بص حضرتك الأخ حمدي محدش عمل له حاجة ودخل يشتم، بص حضرتك اسمع المكالمة. الو من فرنسا كل بني. الو السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ ناصر عبد الناصر. عبد الناصر زيدان مع حضرتك. معك حمو العوان. اهلا يا استاذ حمو، ازي حضرتك؟ مش اخبارك حضرتك يا استاذ حمو؟ انت تعرفني عشان تقول عشان تشتمني يا فندم؟ بس انت نازل على الزمالك يا حبيبي. بعدين انت حضرتك بعد اذنك، حضرتك بعد اذنك، انا لا زملكاوي ولا اهلاوي ولا لي علاقه بالزمالك، حضرتك بتشتمني ليه؟ ماشي، ما انت نازل، انت منصوراتك كلها على الزمالك يا حبيبي. انت بالاهلاوي بالاهلي عمرك ما طلعت قلت حاجه عليا يا حبيبي. انت بتشتمني ليه؟ انا لا ليا دعوه ولا باهلي ولا زمالك دلوقتي حضرتك. انا ليا شهر بطلت اتكلم عن الزمالك نهائيا، والاستاذ علاء همام هو اللي بيعمل مداخلات الزمالك، والزمالك خربان، وان شاء الله باذن الله بإذن الله تعالى ربنا هيوضح للناس كلها إن إحنا ما قلناش كلمة غير كلمة الهاء. الزمالك وجماهيره فوق دماغي، أنا ماليش علاقة لا بالكيان ولا بالجماهير، أنا بختلف مع شخص مدمر نادي الزمالك. أنت بتشتمني ليه يا أستاذ؟ أنا بشتم عشان الزمالك حضرتك. طب ما تختلف معايا تشتمني ليه؟ أنا مش قادر إن أنا أشتم. استنى اسمعها لكم كاملة اهي. عشان اللي جاي بس مفيش حد بيسيب حقه. واخد بالك انت؟ وبعد كده ايه حقك عليا ومش حقك عليا والكلام ده كله، كل ما نيجي نرفع قضية على واحد كده. قاعدين بأكد للمرة المليون. يا جماعة الزمالك مش طرف في المخطط اللي بيعمله مرتضى منصور. مرتضى منصور بيحاول يوقع بيننا ما بين الناس، وبيحاول يوقع بين الناس وما بين البلد، وبيحاول يعمل فتنة بين الناس، وعايز يخلي المعركة معركة زمالك وزمالك وزمالك. الزمالك مش طرف في حاجة، الزمالك مش طرف في أي حاجة، الزمالك مش طرف في أي حاجة ولا جماهيره. حبينا بس نبدأ بده، وتعال اثبت لك حاجة مهمة. انت تقتنع او انت ما تقتنعش، انا بخاطب الزملكاوية المحترمين اللي بيتواصلوا معايا الافاضل. ده راجل حبس الجمهور وشتم الجمهور وسب الجمهور وهان الكيان وهان رموزه وما سبك حد ما شتموش. تعال حضرتك كده نسلسل نشوف ايه علاقة الزمالك باللي شتمهم مرتضى منصور. تعالى كده نبدأ من الأول. بص حضرتك تعالى كده، أولا حملة مرتضى منصور المأجورة اللي هتبدأ من بكرة بعد الحوار بتاعه مع طارق زمارة، علشان خاطر يوم 17 خايف ومرعوب من رفع الحصانة، فعايز يقول للزملكاوية لو اترفعت الحصانة هزيمة وتدمير للزمالك، هزيمة وتدمير للزمالك. فخلوا بالكم، أنا بس بوعيكم. تعال مع بعضينا، هي العمارة الفجرة اللي مخالفة لكل قوانين البناء مالها ومال الزمالك؟ لما تلاقي صفحة كاتبة إيه؟ إزالة العمارة هزيمة للزمالك، مال الزمالك ومال العمارة؟ أها أفكركم أهو،
هذه العمارة ايه علاقتها بنادي الزمالك؟ واحد سارق نور وسارق مية وسارق صرف ومش مطبق القانون، ايه علاقة العمارة الفجرة دي بنادي الزمالك؟ رد عليا، ايه علاقة العمارة دي بنادي الزمالك؟ ده أول موضوع وأختصر جدا. تاني موضوع، الفيلا بتاعت مارينا، الفيلا بتاعت مارينا، وأجيبها لك على الشاشة الكبيرة ها. الفيلا بتاعت مارينا حضرتك اللي مخالف فيها وطلع لها قرار إزالة مالها ومال الزمالك؟ رد علي اقنعني، مالها ومال الزمالك؟ علشان انت ايه اللي يهد العمارة الفجرة يبهان الزمالك، واللي يهد فيلة مارينا يبهان الزمالك. هو مأجر الصفحات تقول كده، ولكن للأسف الشديد في ناس بتصدقه، فاحنا بنوعي الناس اللي بتصدق لان هي متحوك عليها. اهو حضرتك بص كده، اتفرج معايا اهو، اجيبها لك على الشاشة الكبيرة. ادي اهو، ادي حضرتك اهو، اهو نبدأ بالعمارة اهو. دي مالها ومال نادي الزمالك؟ هل دي خدها ورث من نادي الزمالك؟ هل العمارة دي بناها الزمالك ومرتضى منصور بيدافع عنها؟ ايه علاقتها بالزمالك؟ اهو ادي اول قضية، دي محمية بالحصانة، عشان كده لازم تترفع عنه الحصانة يوم 17. الفيلا بتاعت مارينا متجاوزة اها، ادي فيلة مارينا اها، في فيلا كده حجب المية اها اها، في عمركم شفتوا فيلا كده في مارينا يا جماعة؟ في حد يبني كده على البحر في الساحل الشمالي؟ اها اها ايه علاقتها بالزمالك؟ ايه علاقتها بالزمالك يا ناس؟ دي ايه علاقتها بالزمالك؟ احنا بنقول ارفعوا الحصانة عن مرتضى منصور علشان عنده عمارة فجرة لازم تتهد وقصر بني على المية بالمخالفة للقانون. القصر الفاجر والعمارة الفاجرة مالهم ومال الزمالك؟ اهو تعالى نتكلم تاني اهو حضرتك اهو. تالت حاجة، البرلمان يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور بسبب إهانته لمحكمة النقد. مال محكمة النقد ومال الزمالك؟ رد انت يا لوكا يا أستاذ فرج، مال محكمة النقد يا أم عبد الله ومال نادي الزمالك؟ أهو رفض مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/12 مش عارف ايه، القضية رقم 42 لسنة 2017 جناح ثالث اكتوبر، بتهمة بسبب الكيدية، وذلك في القضية المرفوعة بسبب اهانة مرتضى منصور لمحكمة النقد. مال محكمة النقد ومال الزمالك؟ ردوا انتوا اهو، لا خطيب ولا اهلي ولا ممدوح عباس ولا هاني العتال ولا اي حد اللي ضرب بالكورة. العمارة الفجرة نمرة واحد محمية بالأصالة، إيه علاقتها بالزمالك؟ القصر الفاجر في مارينا، إيه علاقته بالزمالك؟ سب محكمة النقد، إيه علاقته بالزمالك والكورة؟ تعالى ماشي ماشي يا عم عبد الناصر اللي بعده أهو. مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور في البلاغ المقدم من مجلس الدولة بعدم اهانته للمستشار سمير البهي رئيس نادي مجلس الدولة. ايه علاقة ده بنادي الزمالك؟ ايه علاقة ده بنادي الزمالك؟ سب محكمة النقد، ايه علاقته بنادي الزمالك؟ سب رئيس نادي مجلس الدولة المستشار سمير البهي اللي ما بيشجعش كورة خالص ومستشار جليل، ايه علاقته بمجلس الدولة؟ عمرو أديب
اكبر اعلامي زملكاوي. ايه علاقته بنادي الزمالك عشان خاطر يسبه والحصانه مش عايزه تترفع من عليها؟ رجل الاعمال محمد الامين، ايه علاقته بالزمالك؟ معالي النائب العام نبيل صادق، ايه علاقته بالزمالك؟ ايه علاقته بالزمالك؟ عايز افهم، يعني عايز افهم ايه علاقته بالزمالك؟ واخد بالك؟ فهمني ايه علاقته بالزمالك. مصر كلها لما قال مصر ما فيهاش رجاله، ايه علاقتها بالزمالك؟ الو، ده من فرنسا، فرنسا كله بني. الو، السلام عليكم. وعليك. ايه علاقته بالزمالك حضرتك؟ رد عليا. الناس دي كلها ايه علاقتها بالزمالك؟ بتدخل الزمالك طرف ليه؟ انت عامل حملة على عبد الناصر زيدان انه بيهد نادي الزمالك. انا ما جيتش عند نادي الزمالك ولا جماهير نادي الزمالك، انا بتكلم عن مرتضى منصور والخراب اللي عامله مرتضى منصور، وارفعوا الحصانة عن مرتضى منصور. ومرتضى منصور غلى يد النائب العام وخلى النائب العام عاجز عن تطبيق العدالة على المجتمع وتنفيذ القانون. ده ايه علاقته بنادي الزمالك؟ قول لي ايه علاقته بنادي الزمالك؟ لان حملتنا يا شباب عاملة قلق كبير. نحن نطالب بإذاعة الجلسة العامة يوم 17 على الهواء مباشرة. لازم نذيعها على الهواء مباشرة عشان نعرف مين النائب الوطني اللي هيوافق على رفع الحصانة ويرفض سب بلده لما قال مرتضى مصر ما فيهاش رجالة. والنائب ده موقفه ايه؟ ان بلده ما فيهاش رجالة. ومين النائب اللي هيقول لا عشان اهل الدايرة يعرفوا ان ده موافق ان مصر ما فيهاش رجالة؟ كلام مزعلكم في ايه؟ عايزين إذاعة الجلسة العامة على الهواء مباشرة، عايزين رفع الحصانة عشان النائب العام يحقق مع مرتضى منصور، عايزين مرتضى منصور يخضع للقانون. ده ايه علاقته يا أستاذ بنادي الزمالك؟ فهمني ايه علاقته بنادي الزمالك؟ طب شتم امك وانت موافق، لكن احنا مش موافقين ان مصر ما يبقاش فيها رجالة. وجماهير الزمالك مش موافقة انها تتشتم بالام. انت موافق لانك انت كده، انت حر، اعمل ما بدالك عشان انت قابض. لكن انت اتفضحت قدام الناس، كل واحد بيشتم الناس بتسأله وريني جملة مفيدة احنا شتمنا فيها نادي الزمالك او حاولنا نهد نادي الزمالك. احنا عايزين إذاعة الجلسة العامة على الهواء مباشرة، وعايزين رفع الحصانة عن مرتضى منصور، ومجلس النواب منقسم وفي حالة من الغضب كبيرة جدا، والشارع كله بيغلي، ومصر كلها رجالة غصب عن أي حد. وعلشان كده بقول لكم تفائلوا وكملوا المشوار. والنهاردة حبيت أبدأ بده علشان خاطر عندي مكالمة مهمة جدا جدا جدا، عندي مكالمة مهمة جدا جدا. زي ما عندنا نائب عام شريف كتب هذه المذكرات وقال انقذوا مصر، عندنا نواب شرفاء يرفضوا إهانة مصر. اوعى تفكر ان الصورة سودة، لا ولا عتمة، لا، البلد دي بخير. ومجلس النواب، مجلس النواب في ناس شريفة كتير ستوافق على رفع الحصانة عن مرتضى منصور.